ضيعش مننا كلنا. مش عاوز تخدي بدمك يا سميح، خدوه على السجن. لازم تلحق العطارين بأي طريقة يا كرم. هاتوهم. ادخل بسرعة. جاء الوقت اللي تنتهي فيه حكايتكم على الطريق. سيبها واسيبك تعيش. نزل نزل سلاحك، نزل سلاحك بدل ما تموتوا انتوا الاثنين مع بعض. يلا يلا مش غير في حاجة واحدة بس، ما موتش على الدم التقيل ده. سارة أنا عايزك تموت وأنت مطمنة. جوزك راجل نظيف، أنا قلبت الشات بتاعه وكل ما لقيتش أي حاجة. والشهادة لله يعني أنت ما تتخنيش. فكنا برا. لو انت راضي الفوكري انك راضي لمروان، لو راضي لمروان بلا شيء، خليك راضي لمروان بلا شيء.
لما تفوق نبقى نشوف امها هتعمل ايه فيها. بلاش يا مروان، مروان بلاش عشان خاطر. ايه يا اخي؟ امك ده عيالك؟ انا مش فاهم يعني. شوف ربنا مين اللي تلحقك مني؟ مراتك. انت كان ليكي عندي طلب واحد ما يتربش، وانا عشان راجل بحب اللعب هنفذه لك، بس على شرط. انا عايز ساره بايديها الحلوه دي تضرب فارس على وشه قلم النمائي طرقه. وده ليه؟ علشان خاطر تقول له عيب. ما يصحش يا فارس. هو مش هينفع يا مروان. خلاص يبقى يموت. خلاص 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 خلاص. عشان خاطري، عشان خاطري يا سارة، ساعدي نفسك وساعدي فارس. لا يا سارة، لا ما تموتنيش. لا يا رب. لا لا يا سارة ما تموتنيش. ولا اقتلتني يا مروان. عايزين نتصرف بسرعة يا كرم، الوقت بيسرقنا. جان هانم نايمة فوق منهارة. للأسف رضوان هرب من رجالتي، بس هنوصل له. أهم حاجة سلمى يفضل تليفونها مفتوح أطول فترة ممكنة عشان نعرف مكانها فين. هي حكاية رضوان ده؟ ولا حاجة. واضح إنه مش قادر ينسى اللي حصل لأبوه وأمه. وأبوه كان شغال مع زينبي الله يرحمه، مظبوط؟ مظبوط. اتقتل في عملية من العمليات بعدها بسنتين ومتقتلت. وبعدين؟ ولا قبلي؟ هو تصور انه زين ورا قتل ابوه وامه، بس زين ما عملهاش. ايوه تمام. اقفل. رضوان في المكس. حلو كده بقى، يبقى قضي الأمر.